التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك في لقاء جانبي خلال القمة الأوروبية الإفريقية. كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس السنغالي ماكي سال خلال القمة الأوروبية الإفريقية. هذا والتقى الرئيس السيسي بالرئيس النيجيري محمد بوهاري، وذلك خلال القمة الأوروبية الإفريقية. كما التقى الرئيس السيسي أيضا بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال القمة الأوروبية الإفريقية.